السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وسعادة. هل تعلم من هو الصحابي الذي أضاءت له عصاه؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة، ولكن لا تنسوا دعم الفيديو بلايك، وأدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصلوا بكل جديد. هو الصحابي الجليل عباد بن بشر رضي الله عنه، أحد الأنصار الذين أسلموا على يد الصحابي مصعب بن عمير قبل هجرة الرسول إلى المدينة، وشهد مع الرسول الغزوات كلها وأبلى فيها بلاء حسنا، وهو من الذين قتلوا اليهودي كعب بن الأشرف الذي كان يؤذي النبي ويضايقه ويحرض قومه على أذاه، فخلصوا الإسلام من شره. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها عن عباد بن بشر: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتدي عليهم فضلا، كلهم من بني عبد الأشهل، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وعباد بن بشر، وكانت عصاته تضيء له إذا خرج من عند رسول الله وهو في طريقه إلى بيته ليلا، ودعا له النبي قائلا: اللهم اغفر له. وعرف عباد بن بشر بالشجاعة والفروسية وقوته في الحرب، وقد أظهر مواقف بطولية كثيرة تدل على حبه للجهاد ورغبته في الشهادة في سبيل الله. وبعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من غزوة ذات الرقاع، نزلوا مكانا يبيتون فيه، واختار الرسول للحراسة نفرا من أصحابه يتناوبونها، وكان منهم عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنهما في نوبة واحدة. ورأى عباد صاحبه عمار مجهدا، فطلب منه أن ينام أول الليل على أن يقوم هو بالحراسة حتى يأخذ صاحبه من الراحة حظا يمكنه من استئناف الحراسة بعد أن يصحو. ورأى عباد أن المكان من حوله آمن، فأراد أن يملأ وقته بالصلاة فيأخذ ثوابها مع ثواب الحراسة، وقام يصلي. وإذ هو قائم يقرأ فاتحة الكتاب وصورة من القرآن، اخترم عضده سهم فنزعه واستمر في صلاته، ثم رماه المهاجم في ظلام الليل بسهم آخر فنزعه وأنهى التلاوة، ثم ركع وسجد، وكانت قوته قد بددها الإعياء والألم، فمد يمينه وهو ساجد إلى صاحبه النائم بجواره وظل يهزه حتى استيقظ، ثم قام من سجوده وتلى التشهد وأتم صلاته. وقام عمار من النوم على كلماته المتعبة من الألم تقول له: قم للحراسة مكاني فقد أصبت. فوثب عمار محدثا ضجة وهرولة، أخافت المتسللين ففروا، ثم التفت إلى عباد وقال له: هلا أيقظتني أول ما رميت؟ فأجابه عباد: كنت أتلو في صلاتي آيات من القرآن ملأت نفسي روعة فلم أحب أن أقطعها، ووالله لولا أن أضيع ثغرا أمرني به رسول الله بحفظه لأثرت الموت على أن أقطع تلك الآيات التي كنت أتلوها. وظل عباد بن بشر رضي الله عنه يجاهد ويغزو في سبيل الله ونصرة الإسلام حتى جاءت معركة اليمامة في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فخرج مع المسلمين لمحاربة المرتدين وقتال مسيلمة الكذاب والذين معه، وبدأت معركة اليمامة واشتد القتال، وكاد المسلمون أن ينهزموا، فصاح عباد بأعلى صوته في الأنصار قائلا: حطموا جفون السيوف وتميزوا من الناس وأخلصونا أخلصونا. ثم انطلق 400 رجل من الأنصار، وكان في مقدمتهم عباد بن بشر والبراء بن مالك، وهجموا على باب الحديقة التي كان يختفي فيها مسيلمة وبعض أنصاره. وتذكر عباد قول النبي: الأنصار شعار والناس دصار، بمعنى أنهم بطانة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصته دون سائر الناس. فقاتل عباد بشجاعة حتى رزقه الله عز وجل الشهادة في تلك المعركة، وكان ذلك في العام 12 من الهجرة، وقد وجد في جسده جراحات كثيرة حتى أن الصحابة لم يعرفوه، ولم يعرفه إلا صديقه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بعلامة فيه كان يعرفها. وحينئذ كان عباد قد بلغ من العمر 45 سنة، فرضي الله عن الصحابي الجليل عباد بن بشر. وفي النهاية أتمنى أن يكون قد استمتعتم بمشاهدة الفيديو. لا تنسوا دعم الفيديو بلايك، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، وشاركنا رأيك في التعليق. شكرا لحسن مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.